بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعد جديد وعدد جديد وموضوع جديد ضمن برنامج براهين إيمانية الذي نلتقي فيه في هذه المائدة الإيمانية حتى نرقى إن شاء الله إلى مراتب الإيمان كما وصى بها الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام النذير البشير الذي بشر الله سبحانه وتعالى به في الكتب السماوية. ونمضي دائما في نفس السياق، دائما في سياق البشارات. تحدثنا في الحصة الماضية عن البشارات في التوراة، لعلنا سنكمل بعض المحاور البسيطة لننتقل عن بشارة مصطفى عليه الصلاة والسلام في الإنجيل. نتعرف عن الإنجيل وما هي، كيف بشر المصطفى عليه الصلاة والسلام في الإنجيل، ولماذا أحمد وليس محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذن هي نقاط إن شاء الله سنلتقي فيها في هذه المائدة الإيمانية وبراهين إيمانية رفقة الدكتور أستاذنا الفاضل عبد الباسط بن عيسى. أهلا ومرحبا دكتور. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله عليك وعلى جميع المشاهدين والمشاهدات. ونسأل الله سبحانه وتعالى كالعادة أن يوفقنا إن شاء الله إلى السديد من القول والصائب من الرأي، وأن تكون هذه الكلمات وهذه المحاورات إن شاء الله سببا في زيادة الإيمان وتثبيته في قلوب المؤمنين والمؤمنات. اللهم أمين يا رب. اللهم أمين يا رب العالمين، وسبب إن شاء الله في أن يشفع فينا المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام يوم القيامة. إذن مواصلة، كنا قد تحدثنا عن البشارات، ونحن دائما في محور صدق النبوة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. تحدثنا عن البشارات في التوراة، لعله أستاذ لا تزال بعض النقاط ننور بها المشاهد ثم ننتقل للإنجيل. البشارة به عليه الصلاة والسلام، به وبأمته وبصحابته كثيرة جدا في التوراة. صحيح. وهذا في القرآن الكريم مشار إليه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ثم قال ذلك مثلهم في التوراة. نعم. فذكر بأنه مبشر به وبصحابته وبأمته، وهذا بالفعل موجود. فذكرنا نماذج كثيرة، منها الواضح جدا كنبوءة النبي أقيم لهم نبيا، أو نبوءة إشعياء هو ذا عبدي الذي سرت به نفسي، وبعض البشارات التي هي أخف منها كبشارة منطقه حلو وكله مشتهيات كله محمديم اسمه موجود لفظا، وبعض البشارات الأخرى. هناك سفر من أسفار التوراة في آخرها اسمه سفر زكريا، فيه بشارة قوية جدا بالنسبة لي هي أقوى البشارات، ولست أدري لماذا حتى الدعاة لا يستخدمونها، وهي بشارة الملك الزائر. النبوءة تقول التالي: تهللي يا بنت صهيون. صهيون بالنسبة لهم هي المنطقة، يعني الشام، بنت صهيون هي فلسطين. نعم. ابتهجي يا بنت أورشليم. أورشليم هي مدينة القدس. القدس بنتها هو المسجد الأقصى، وكأنه عبارة عن زوم هكذا من الأعلى إلى، فهي الشام ثم مسجد الأقصى بالضبط. هو ذا ملكوكي، ملكوكي يعني الشام وفلسطين والمسجد الأقصى بالخصوص، ملكوكي قادم إليك، يتحدث عن زيارة ملك لهذه المنطقة للمسجد الأقصى. ملكوكي قادم إليك، هو منصور وعادل ووديع، وراكب على حمار جحش ابن أتان، هذا باللفظ هكذا في التوراة، ويدعو الأمم إلى السلام، وسلطانه من البحر إلى البحر، ومن الشمال إلى أقاصي الجنوب. هذه النبوءة مخيطة بالتمام على النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج. فالنبوءة تتحدث عن ملك، بمعنى هذا الشخصية لها صفة سياسية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان رئيس دولة، وهو منصور. المنصور هو الذي يخوض الحروب، فإذا هو أيضا رجل حرب، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا خاض الغزوات. وعادل، والعدل في القضاء، فإذا هو أيضا شخصية تجمع الملك إلى الحرب إلى القضاء، وهو شخصية واحدة، وهو في القضاء عادل. ووديع هنا لأنه شخصية، لأنه نبي فهو رحيم وودود.
ورغم كل هذا راكب على حمار جحش بن أتان. لا أريد أن أزعج المستمعين بالتفاصيل، ولكن هذه الصيغة في نسختها الأصلية تدل بأن هذا ليس حمارا وليس حصانا. البراق الذي ركبه النبي صلى الله عليه وسلم معجزة. لما زار بيت المقدس وأمل الأنبياء في البخاري جاء بالبراق وهو دابة، اسمه دابة فويق الحمار ودون البغل. لاحظي حتى الصيغة أنه دابة خاصة، لا هو كبير جدا مثل الحصان ولا هو صغير مثل الحمار، وهذا هو وصفه. وفي التوراة قال حمار جحش بن أتان على أساس أنه شيء، وهذه طبعا التعريب فيه بعيد. فإذا هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول ويدعو الأمم إلى السلام. إشير ها قويم تو شالوم، ها قويم يعني العالمين، وإلى السلام هناك الشالوم هو الإسلام، يعني يدعو العالم إلى الإسلام، وسلطانه سيمتد من البحر إلى البحر، وحضارة الإسلام من بحر الصين إلى مراكش، ومن أناضول إلى قلب إفريقيا. بالضبط، نعم. الجميل في الأمر أن هذه النبوءة، طبعا دائما النصارى يقولون عيسى عليه السلام، وفي الإنجيل ودخل عيسى عليه السلام بيت المقدس راكبا على حمار ليتحقق نبوءة زكريا. أي إنسان يركب حمار ويدخل بيت المقدس يتحول هو المقصود بالنبوءة؟ لا، هو شخصية. عيسى عليه السلام لم يكن ملكا ولم يكن قائد جيوش ولم يكن قاضيا، وحتى لم يكن بالنسبة للإنجيل لم يكن حتى وديعا. نحن المسلمين نعلم بأنه كان شخصية وديعة، ولكن في الإنجيل تخيل بأن في الإنجيل كله عيسى عليه السلام لم يبتسم مرة واحدة. ماذا؟ هذه صورته، وعندما يتكلم مع أمه يناديها يا امرأة بغلظة، والقرآن يقول وبرا بوالدتي. نعم، فهذه طبعا نحن نوقن بأنها صورة محرفة، يعني حتى صيغة وديع لا تنطبق. ولكن لمن انتبه إلى هذه النبوءة أنها تنطبق مرة ثانية على الخليفة الثاني وهو عمر بن الخطاب، لأنه في زمنه فتحت، ودخل هو بيت المقدس على ماذا؟ على حمار، وكان بالنوبة بينه وبين خادمه، فلما وصل إلى بيت المقدس كانت هو يسوق الحمار والخادم يركب الحمار. إذن بشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام وبعمر بن الخطاب الاثنين، لأنه كان ملكا وكان منصورا وعادل. وكان عادلا وهو مشهور بالعدل، وديع. عمر بن الخطاب مشهور عليه الشدة شوية. قيل لعمر رضي الله عنه تظهر الشدة، قال لو علم الناس ما في قلبي لأكلوني بالملاعق. لأنه يستحيل أن تحب العدل وتنصر العدل ويكون قلبك قاسيا، هذا مستحيل. فهذه النبوءة ظاهرة جدا بأنها، والعجيب في الأمر أنه كيف لنبوءة تذكر الإسراء والمعراج ويكون من خصائص هذا النبي، ويأتي بعض المسلمين الآن المتأخرين ويحاولون إنكار هذه الآية العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حق الله سبحانه وتعالى، الحق دائما يعلو على الباطل، رسالة الحق دائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هي منصورة من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحفظ القرآن الكريم. إذن ربما أنهينا البشارات في التوراة، ننتقل إلى بشارات المصطفى عليه الصلاة والسلام في الإنجيل. ولكن قبل نتحدث عن البشارات، هكذا إشارة بسيطة لي عن الإنجيل. الإنجيل هذه كلمة معربة، عربيزي، معربة عن كلمة أخرى يونانية مترجمة عن الأصل العبري، فهي منقولة ثلاث مرات، لأنه سمعت بعض المتكلمين يحاولون شرح معنى إنجيل من النجل والمنجل لا، هي كلمة معربة من كلمة الإغريقية إيفانجيليون. إيفانجيليون معناها البشارة، بالفرنسية لا بون نوفيل، بالإنجليزية جود نيوز، بون نوفيل هي بشارة، بالعبرية بشرات. وهذا المعنى جميل جدا. إذن عيسى عليه السلام جاء بالبشارة، جاء يبشر. فهذا واضح، بدليل إلى الآن لماذا هؤلاء الذين يدعون إلى المسيحية ماذا يسمونهم؟ المبشرون، لأن عيسى عليه السلام جاء بالبشارة. ولكن نحن نعلم ما هي هذه البشارة، إني رسولا إلى بني إسرائيل مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد.
فإذا القرآن الكريم ذكر البشارة، وطبعا هذا وحده في دلائل النبوة. من علم النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنجيل معناها البشارة، وهو من لغة أخرى إغريقية يعني بعيدة جدا عن، حتى لو كانت من العبرية فهي بعيدة، والقرآن أشار إلى أن عيسى مرتبط بالبشارة. نعم. وبهت الذي كفر. بهت الذي كفر. خاصة بالضبط. خلال الآية القرآنية الصريحة التي. ومبشرا برسول يأتي من بعدي. إذا نتحدث عن البشارة. البشارة. البشارة سنة الله. الله تعالى ذكر في القرآن الكريم قال وهو الذي يرسل الرياح بشورا، قراءة نشورا، بشورا بين يدي رحمته. فقبل أن ينزل الغيث الذي هو الرحمة، الله تعالى يرسل الريح التي تبشر بأن الغيث سيأتي. فهذه سنة الله حتى في الكون. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم رحمة، الرحمة المهداة، إن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلازم أن تسبق هذه الرحمة بشر مثل الرياح التي تقول أن المطر الغيث آتي. والعجيب في الأمر أنه كما يسبق المطر الريح سبق الرحمة المهداة النبي صلى الله عليه وسلم روح الله الذي هو عيسى عليه السلام. فالله أرسل روحا ليبشر بالرحمة كما يرسل ريحا ليبشر بالغيث. فهذه سنة الله. وعيسى عليه السلام ذكر هذا، قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهو جاء يعطيهم مقدمة بأن الذي سيأتي سيكون تخفيف، فهو أحل لهم بعض الذي حرم عليهم عقوبة، بعض المحرمات كما في أصول الفقه هناك المحرم لذاته والمحرم لغيره. المحرم لذاته كالقتل الله لا يحله أبدا، ولكن المحرم لغيره مثل ما حرم الله تعالى عليه من طيبات الطعام. وفي مثلا في الصيام اليهودي، في اليهودية يحرم عليهم القيلولة يبطل الصوم، ويحرم عليهم التمضمض والاغتسال والتظلل، هذه من تنقض التعطر السواك هذا ينقض الصوم. فعيسى عليه السلام مثلا لما جاء كان يجيز لحواريه أن يغتسلوا وأن يتعطروا وهم صائمون، فهذا من التخفيف. نعم. وهو وقال لهم بأن الذي سيأتي بعدي سيأتي بالتخفيف الأعظم الأعظم. فمثل ما أرسل الله تعالى يحيى عليه السلام قبل عيسى، يحيى ولد من أبوين كبيرين وهذا معجز، ولكن كان مقدمة لعيسى عليه السلام الذي سيأتي من غير أب. فكذلك عيسى عليه السلام كان ممهدا ومبشرا بالنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا النصارى يقولون ما بشر به عيسى عليه السلام إلى الآن لم يأتي. نحن نقول لهم البشارة دائما تكون ما بين وصول المبشر وتحقق البشارة، يجب أن يكون الوقت قصيرا، مثلا المطر ما بين قدوم النسيم ونزول المطر ربع ساعة 20 دقيقة. النصارى يقول عنا 2000 سنة والبشارة لم تتحقق. ما هذا؟ وعيسى ماذا قال عليه السلام؟ ومبشرا برسول يأتي مش بعدي، من بعدي. في اللغة العربية من بعدي ترجموها جوست ابري موا، مباشرة بعدي. فهذا الذي تحقق إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. إذن أهم هذه البشارات التي جاءت في الإنجيل عن المصطفى. نعم. عليه الصلاة والسلام. ونذكر أخرى فيها. نعم. الآن ما هي البشارة؟ عيسى عليه السلام في الإنجيل الموجود الآن، طبعا كما ذكر تحدثنا قبل هناك أناجيل رسمية قانونية كما يسمونها، هاته لوقا مرقس يوحنا قانونية معتمدة من الكنيسة. على أي أساس أستاذ تم اعتماد هذه؟ والله لو سمعت هنا ربما يبهت الذي كفر، هنا كارثة. خلد اعتمادهم، هم اعتمدوا هاته على غير معيار علمي. بعضهم قالوا بأنهم حملوها ورموا ما بقي فوق الطاولة اعتمدوه، وما سقط لم يعتمدوه. فوضى. لا يوجد أي ضابط بدليل حتى من ناحية ثبوتية تاريخية. هناك أناجيل فأثبت تاريخيا من الأناجيل القانونية ولم تعتمد. فلهذا هذه الأمة، لماذا نحن نقول بأن الإسناد من خصائص هذه الأمة؟ لأن هذه الأمة كل شيء عندها بدليل وبإسناد ثبوت، ولا يؤخذ عن المجاهيل. وطبعا هذه عندما نقول إنجيل مثلا يوحنا، لا تتخيلي بأن هناك شخصا معروفا اسمه يوحنا هو الكاتب، لا، هذا أسماء pseudo names مثل أسماء الفيسبوك، هذا مجاهيل.
لا يعرف الكتبة، وإنما سموها مرقس ويوحنا لأن هذه أسماء الحواريين حتى يتوهم الناس أن الكتبة هم حواريون، وهذا كذب بإجماع المؤرخين النصارى. فالذين كتبوا الأناجيل مجاهيل، لا أحد يعرفهم، وهذه الأسماء هي أسماء تجارية لا أكثر ولا أقل. فالثبوت من ناحية الثبوت يعني، ولكن بقي منها شيء من الحق، بقي منها شيء من الحق نعرفه بموافقته للقرآن الكريم، لأنه الأصل الثابت. الإنجيل بالمختصر فيه بشارته. نعم. عيسى عليه السلام جاء يبشر بشيئين. نعم. نعم. الأول شخصية، شخص يأتي من بعده سيكون مخففا ورحمة للعالمين. نعم. هذا الباراكليتوس، أو الذي لما عرب أول ما عرب الفرقاليط، فأخذوا الكلمة باراكليتوس فقالوا فرقاليط، فلما عربوها قالوا هو المعزي الذي يعزي. وجهة ثانية ملكوت الله، ملكوت الله، ملكوت الله هي مملكة الرب. فهو قال بأن شخصية ستأتي ستكون رحمة للعالمين وتخفف آلام البشر كلهم، وستأتي مملكة تحكم باسم الرب من بعدي. فهذا هاتان هما البشارتان. ولكن نجد في الصفحة الأولى في سفر لوقا يحكي لما عن يحيى عليه السلام، لما بدأ يحيى عليه السلام يكرز بمعنى يعظ، اجتمع عليه اليهود، طبعا هم بنو إسرائيل، فقالوا له هل أنت هو المسيح؟ قال لا. قالوا له هل أنت هو إيليا؟ إيليا هو عندنا نبي إلياس. إلياس. قال لا، لأنهم يعتقدون بأن إلياس سيعود. ثم قالوا له هل أنت هو النبي؟ لم يقول له هل أنت نبي، لا، هل أنت هو النبي؟ قال لا. فإذا اليهود كانوا ينتظرون ثلاثة شخصيات: المسيح وإيليا والنبي. النبي هذا تعود للبشارة التي ذكرناها الأولى، أقيم لهم نبيا من بني إخوتهم مثلك، لهذا قلت لك تسمى نبوءة النبي، the prophecy of the prophet، النبي. ثم عيسى عليه السلام قال لهم ينتظرون إيليا، ويحيى هو إيليا، فإذا يحيى هو إيليا، والمسيح من هو؟ عيسى عليه السلام. إذا بقيت شخصية ثالثة لم تأتي تسمى النبي. قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. نعم. محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذن هذه هي البشارات التي جاءت في الإنجيل، جاءت بنص صريح في القرآن الكريم. نعم. على لسان عيسى عليه السلام. نعم. قال الله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. طيب الآن ننظر في الإنجيل الموجود، النسخ القانونية. ففي يوحنا مثلا في آخره ذكر اسم المعزي الفرقاليط هذا أكثر من 5 مرات، طبعا هذا يقارب ذكر اسم محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن الذي هو 5 مرات. نعم. نعم. هذه واحدة. اثنين، ماذا يقول عيسى عليه السلام؟ يقول لحواريه إنه من الخير لي ولكم أن أذهب إلى خالقي وخالقكم وربي وربكم، لأنه إن لم أذهب لن يأتيكم المعزي، ذلك الذي لا يتكلم من نفسه بل بكل ما يكلمه الرب يتكلم، وهو الذي سيشهد لي ويمجدني وسيخبركم بأشياء كثيرة لم تحصل فستحصل. فإذا يقول لهم بأنه عندما أذهب يأتيكم المعزي. الآن كلمة المعزي ترجمة بالعربية. الآن النص نحن لا ندري عيسى عليه السلام ما الذي قاله بالضبط، لأنه كان يتكلم بالسريانية، نترك هذا. النسخة الأولى للإنجيل بالإغريقية Greek. فاللغة هذه الكلمة موجودة باراكليتوس. كلمة باراكليتوس هذه معناه هو الذي يقف أمامك ويعينك ويخفف عنك، مثل المحامي. المحامي في المحكمة يقف معك يعينك ويخفف عليك، فلهذا ترجمت بأنه المحامي وأنه الشفيع، لأن الشفيع يلعب نفس الدور. نعم. يقف أمامك ويخفف عنك ويدافع عنك، أنه المحامي وأنه الشفيع وأنه الشاهد، لأنه قال ويشهد لي وهو الشاهد،
وأيضا المعزي. وشو المعزي؟ الإنسان إذا أصابته مصيبة يأتيه شخص يقف أمامه يقول له أنا أشاركك الحزن ويصبره فيخفف عنه. فالمعزي هو الذي يخفف عنك المصيبة ويفتح لك أبواب الرحمة. الآن نحن نقول له هذه كلمة باراكليتوس، النبي صلى الله عليه وسلم هو الشفيع الأكبر وهو المحامي الأكبر، لأنه هو الذي سيشفع للبشرية حتى يبدأ الحساب، خلينا من لأنه له شفاعات صلى الله عليه وسلم، وهو الشهيد، إن أرسلناك شاهدا، فهو ظاهر شاهد، شاهد على كل الأمم، وهو الذي شهد لعيسى بأنه مسيح وشهد لأمه بالبراءة، في حين اتهم هو عليه السلام عيسى واتهمت أمه، فلما جاء محمد عليه الصلاة والسلام برأه من أنه ادعى الألوهية وبرأ أمته أمه عليها السلام الكامل البتول مما اتهمت، فهو شيء. ولكن هذه الكلمة باراكليتوس هناك كلمة قريبة منها بيريكليتوس. بيريكليتوس هذه ترجمتها أحمد، نعم، من الآخر، نعم. والآن بين باراكليتوس بيريكليتوس، نعم، لاحظتم مثل أن نقول مثلا غيبة وغيبة، نعم، أن نقول مثلا حيرة وحيرة، نعم. ففي الذين كتبوا الأناجيل كانوا شبه أميين، فكيف يفرقوا هذه الكلمة بيريكليتوس؟ مثل لست أدري ككلمة البعاق في اللغة العربية، لا يعلمها إلا أهل الاختصاص، نعم. وترجمتها تساوي مش محمد مش محمود مش المحبوب، أحمد، نعم. هكذا. فإذا لماذا أحمد وليس محمد؟ طيب، إذا البشارة به عليه الصلاة والسلام وردت في هذه كلمة المعزي التي هي بالأصل كلمة أحمد. سؤالك لماذا أحمد وليس محمد؟ هذا السؤال يمكن أن يجاب عنه بأكثر من جهة، يعني هذه اجتهاداتي الشخصية يعني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعلى الباحثين في هذه المسألة. أنا أقول والله تعالى أعلم بأن عيسى عليه السلام بشر بأحمد ولم يبشر بمحمد. أولا هناك مدخل سهل جدا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام له أسماء كثيرة، وفي الصحيح أنا أحمد وأنا محمد مصطفى وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب، الحديث الصحيح والحديث، فأنه أن يبشر مثلا بالعاقب أو بالحاشر أو بالمصطفى لا يهمنا، فهو بشر بأحد أسمائه، هذه واحد. اثنين، أنه البشارة تعلمين بأن تلك الأمة كانت تقتل الأنبياء، الأمة كانت تقتل الأنبياء، فلو ذكر اسمه الذي سيعرف به لكان يمكن أن يكون سبيلا لإذايته، فغير صيغة محمد إلى أحمد لأنها ظلها، فمحمد هو المحمود كثيرا، ولا يكون محمدا حتى يكون أحمد، فهي ظلها ظلها. فإذا الله تعالى ذكر ظل الاسم حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه من المعاني. والمعنى الثالث والأخير هو أن من معاني كلمة أحمد في اللغة العربية أن الحمد لا يكون إلا للكمال، فالحمد هو الثناء على الأمر الكامل، ولهذا العرب يقولون هذا الأمر غير محمود الغب العاقبة، ويقولون عند الصباح يحمد القوم السرى، فالحمد هو الثناء على الشيء الكامل، ولهذا الحمد لا يكون إلا لله، لأن الله هو الكامل، فالحمد لله. فإذا قوله أحمد هذا يدل بأنه معناه الأكمل. ماذا يوجد في الإنجيل؟ إشارة بأن هذا دينه وشريعته وملته هي الأكمل. قال في النبوءة عندي أشياء كثيرة لا أستطيع أن أقولها لكم لأنكم لا تتحملونها، ولكن عندما يأتي المعزي ذلك الذي روح الحق معه يخبركم بكل شيء، لاحظي كل شيء بالكمال. ثم قال وعنده وذلك الذي لا يتكلم من نفسه ذكرتها، ثم قال في إشارة الكمال ويخبركم بأشياء كثيرة. فإذا هذا دينه كامل، شريعته كاملة، وملته كاملة، فكأن معنى اسمه أحمد علامته الكمال، لأن اسم كما قال ابن معطي الزواوي الجزائري في ألفيته ومن سما، قال في ألفيته اشتق الاسم من سما البصريون ومن السمو الكوفيون، من معناها العلامة، اسم من معاني هذا أن علامته الكامل، فكأن قوله عليه السلام اسمه أحمد
أي علامته الكمال، وهذا الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، اللهم اهدينا إلى الحمد، اهدينا وشفع رسول الله فينا. شكرا بارك الله فيك أستاذ عيسى بن ابتباس الدكتور في هذا العدد، إن شاء الله نلقاك في العدد المقبل، وبشائر براهين إيمانية، ونحن دائما في البشرى حتى الحديث عن الإيمان وبشرى إلى النهدي إلى السبيل إن شاء الله، نتهادى بيننا إن شاء الله. شكرا بارك الله فيك، شكرا لكم مشاهدينا الأفاضل على حسن المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في العدد المقبل، وبراهين إيمانية في أمان الله، السلام عليكم.